مياه نهر الفرات عند دخولها من الحدود السورية إلى العراق تكون غير صالحة للاستعمال لزيادة الأملاح الذائبة فيها. كل الدول المشتركة في حوضي دجلة والفرات تستخدم طرق قديمة جدا للري من زمن السومريين. إذا حسبنا احتياجات سوريا وتركيا والعراق من مياه نهر الفرات نجد أنها تزيد مرة ونصف عما متوفر فعليا من مياه في نهر الفرات. ما مستقبل مياه العراق في ظل موجة الجفاف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؟ وكيف تؤثر الحرب المائية الصامتة ضد العراق على أهم ثروات البلاد؟ هذا ما سنعرفه في الدقائق التالية مع الدكتور نظير الأنصاري، أستاذ هندسة الموارد المائية في جامعة لوليا السويدية والعضو المؤسس في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات. في أحواض الأنهار المشتركة بين عدة دول هناك دائماً دولة هي التي تتحكم بالمياه، وخاصة دولة المنبع. وفي حالة حوض دجلة والفرات فتركيا هي الدولة المتحكمة في مياه نهري دجلة والفرات. تقتضي الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وسوريا تمرير 15.8 بليون متر مكعب من مياه الفرات إلى الأراضي السورية، على أن تكون حصة العراق منها 9 بليون متر مكعب. لكن الواقع الحالي يظهر انخفاض كميات المياه إلى 4.4 بليون متر مكعب، بعدما كانت 30.6 بليون متر مكعب سنة 1973. بينما انخفض تدفق مياه نهر دجلة من 1207 أمتار مكعبة في الثانية عام 1960 إلى 522 متر مكعب في الثانية عام 2000. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن تصل قطرة ماء واحدة إلى العراق بحلول عام 2040. لكن ما هي أسباب الخلاف على الحصص المائية بين الدول المتشاطئة في حوضي دجلة والفرات؟ أولى تلك الأسباب هو عدم التفاهم حول كميات المياه المتاحة، وتتأثر هذه الكميات بعاملين. العامل الأول هو التغير المناخي الذي بدأ يهدد منطقة الهلال الخصيب بالاندثار منذ 30 عاماً. ففي المستقبل ستقل كمية الأمطار بحدود 15 إلى 25%، ما سيؤدي إلى نقصان تصاريف مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما بنسبة 29 إلى 73%، ونقص شديد في المياه الجوفية وزيادة العواصف الترابية، إضافة لذوبان الثلوج في القطبين نتيجة الاحترار العالمي. نتيجة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة فإن مياه القطبين ستذوب، وهذا سيؤدي إلى زيادة مناسيب مياه البحار. وبالنسبة للخليج فإن الوضعية إذا بقت كما هي عليه فمن المؤمل أن تصل مياه الخليج إلى مناطق جنوب بغداد. أما العامل الثاني فهو السدود والمشاريع الإروائية المقامة في الدول المطلة على حوضي النهرين، حيث بنت إيران 12 سداً وأغلقت الوديان الموسمية التي تزود العراق ب 7 إلى 10 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، وقامت بتحويل مجرى نهر كارون وهو ما يعني فقدان شط العرب لنصف وارداته من المياه، ثم قامت بتصريف مياه الري الراجعة شديدة الملوحة في وادي النهر، ما تسبب بترد كبير لنوعية المياه في البصرة. أما تركيا فقد بنت مشروع جاب على نهري دجلة والفرات. مشروع الجاب هو مشروع ذو غايات سياسية واستراتيجية أهم من الغايات الإروائية والزراعية، حيث أن الخزين الكبير في هذا المشروع هو أكثر بكثير من احتياجات تركيا التي تبلغ 16 مليار متر مكعب، وذلك لمخايضة الفائض بما تحتاجه تركيا من النفط والطاقة.
هذا كله أدى إلى انخفاض الواردات المائية من كلا النهرين بنسبة 90%، وتسبب بتحويل ما بين 240 إلى 650 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في سوريا والعراق إلى أراض قاحلة. ثانياً، معدل النمو السكاني والأمن الغذائي. تشير الإحصاءات في دول حوضي دجلة والفرات إلى أن عدد سكانها سيزداد بأكثر من 80 مليوناً عام 2050، ما يعني ضرورة توفير المزيد من المياه للاستخدامات البشرية والصناعية والزراعية. ورغم أن العراق أنفق الملايين على استصلاح الأراضي وأنظمة الري، إلا أن الحصار الأممي إثر حرب الخليج الثانية والإهمال الحكومي بعد عام 2003 تسبب بتوقف جميع هذه المشاريع عن العمل، فتدنت كفاءة الري بشكل كبير حتى بلغت 30% فقط. ثالثاً، احتياجات الطاقة. تسعى تركيا من خلال مشروع جاب إلى تأمين 40% من احتياجاتها الطاقية، ما يعني توفير 28 مليون طن من النفط المستورد ودعماً كبيراً للموازنة التركية. رابعاً، إدارة الموارد المائية. نوعية المياه في نهري دجلة والفرات بدأت تتردى بشكل كبير نتيجة الاستخدام الجائر للأسمدة الكيميائية، وأكثر دولة متضررة من هذا الأمر هي العراق. خامساً، التطور الاقتصادي، وهو ما تسبب بهجرة نصف سكان الريف إلى المدن، ما أدى إلى تضاعف استهلاك المياه ما بين 10 إلى 12 مرة. هكذا تضيع ثروات العراق المائية ما بين الفساد الداخلي والتحكم الخارجي.